السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هديتي ستقدم لمشاهديها الكرام المصممة المبدعة نساء القادة، وهي صاحبة ماركة نيزيتا قفطان. ونزها اليوم في هذه الحلقة ستتكلم لنا عن آخر ما أنتجته. وهي جلابة المغربية. هذه الجلابة المكونة من ثوب الكريب باللون الأخضر الفاتح مع لمسة الصناع التقليديين المغاربة والصانعات، وهي من الراندة والتنبات. وهذه القطعة التي ستقدمها لنا هي من إنتاجها، وهي قطعة واحدة. كما أنها ستقدم للمشاهدين ظروف وطريقة صناعة هذه القطعة. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبصحة وسلامة. مبروك عواشركم، والله يدخل علينا إن شاء الله رمضان بالصحة والسلامة، وعلى الأمة الإسلامية أجمعين إن شاء الله. هاد القطعة الثانية اللي غادي نقدم لكم اليوم من التصميم ديالي كيف العادة، بياس اونيك. اللون ديالها خضر فاتح غادي البيستاج. خدمناها هاد المرة بالراندة رقيقة. هاد الراندة كتسمى السنسلة. خدمنا اللون في اللون، وفضلنا ندخلوا عليها التنبات كوم سا باش نعطيوها شويه ديال لابغيونس. اختاريت اللون النحاسي واللون في الزمرد في نفس اللون ديال الجلابه. الرسمه من التصميم ديالي وتنبتات على يد النباتات ديالنا تبارك الله عليهم كيف العادة. القب دورناه بضريس كيف كتشوفوا، واليدين كذلك. بالنسبة للطلبات ديالكم كيف كتعرفوا هذه بياس وحده اللي عندي في المحل، وإلا تمنيتوا نخدموها في لون اخر مرحبا بكم. انا دائما في الجلبات ولا القفطنات اللي كنصاوب كنخرج على الالوان المعتاده في السوق. دائما كنختار الوان شويه قليله في السوق وغير اعتياديه، بحال هذا اللون اللي كتشوفوا اليوم اللي كنقدمه لكم. التوب اكثريه كناخذ التوابات اكسبورتي، والفصاله كنفصلها في لاتوليي كتاخذ لي يومين ديال الوقت ولا نهار ونص. وكنسبقوا دائما الرشمه اللي غادي نخدمو. صوبات هذه النباته في شويه بين اسبوع حتى الاسبوعين اللي خدات لها ديال الوقت ديال الخدمه. ومن بعد ما تنبتات كنحطوا الخدمه عند مولات الراندا. الراندا هي الاخرى كتصوب حتى كتكون تنبيته واجده. انا دائما كنختار في الخدمه ديالي خدمه تكون فين، لان قد ما كانت الخدمه رقيقه قد ما كتجي حلوه وما كتطلعش في الراس. الخدمه هنا الراندا كنخدمها على جوج باش كتجي رقيقه، وكتاخذنا في الوقت باش توجد بحال هاد الجلابه هادي بين شهر شهر ونص بالنسبه لي كليونت اللي بغاو يدوزوا لي كوموند ديالهم. عولوا بين ان شاء الله بين شهر شهر ونص عاد كتقدر توجد بحال هاد القطعه هادي. بالنسبه لهاد القطعه ان شاء الله تقدر تلبسها سيده بشره ديالها بيضاء، كما تقدر تلبسها سيده بشره ديالها سمراء. هي كتناسب جميع انواع البشره.
القب حتى هو كندوروه بدريس. هاد الدرس كنسميوه يد البراد. نقربوا لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا كيفاش كيتخدم. وبالنسبه لهاد القطعه هادي هي قطعه ستاندر، يعني تجي مع كاع لي طاي، تجي مع السيدات كيف ما تجي مع الانسات، يعني حتى مرا الا كانت كتخاف من الالوان، هذا اللون زعما ما تخافش منه، يعني كيجي مع العيالات اللي الاعمار ديالهم متقدمه كيف كيجي مع العيالات اللي الاعمار ديالهم صغيره. ولا طاي ستاندر يعني كتجي مع الغليظه كيف كتجي مع الرقيقه. هاد الجلابه يعني في حفله، لا عندها هكذا شي حفله صغيره، عراضه، اسبوع، ختانه، يعني جلابه مناسبه لهاد المناسبات هكذا الخفيفه. بيان سور ماشي للاعراس، لان الاعراس كنلبسوا القفاطن، ولكن مناسبات هكذا خفيفه، عيد ميلاد، اسبوع، ممكن تلبسهم بكل فرح، كتجي زوينه وانيقه وكتلبسها وهي مرتاحه، لان الثوب مريح ورطب، لان هذا الكريب هذا بالضبط هذا كريب حريري. كيف كتعرفوا كاينين بزاف الانواع ديال الكريب، هذا النوع ديالو حريري، يعني ان شاء الله من اللي تكتب ليها ما نصحهاش تلبسها بشكل يومي. هذه بالنسبه للحفله هكذا، شي مناسبه خفيفه عراضه، ماشي الاستعمال اليومي ولا المقضيه ولا السوق، لا، هادي ان شاء الله تتبقى ريزيرفي لي سيريموني. هاد اللعبه ثمن البيع ديالها 1600 درهم، نظرا لان كيف كتعرفوا الكريب هو الثوب الممتاز في السوق، يعني شويه الثمن ديالو ماشي مرتفع بزاف، ولكن الثمن ديالو كيبقى ماشي رخيص بزاف. وعاد كيف كتشوفوا الخدمات، تنبات عاد الراندا، وكيف كتعرفوا هذه بياس اونيك، يعني غتلبسها اللي مكتوب عليها ان شاء الله كتلبسها بوحدها. بالنسبه اللي تبغين دوز كوموند في اون اوتر كولور، مرحبا، حنا هنايا كنلبيو الطلبات ديالكم وكنريحوكم على حساب الاختيارات ديالكم. الرسميه ديالي يوتيوب، والصفحه ديالي في انستغرام اللي كنحط فيها دائما الجديد ديالي، وهي اللي كيتحطوا فيها دائما لي موديل ولي نوفوتي. ومرحبا بكم.